تنضم إلينا لينا قنوع محللة أسواق عالمية في إكويتي جروب. لينا أهلا وسهلا بك معنا. دعينا نبدأ من تحركات النفط، يعود اليوم لنوع من التراجعات. البعض يقول بأن هذه التراجعات هي بسبب أن المصافي في الصين دخلت في ما يعرف بالمينتنس بيريد أو فترة الصيانة، وبالتالي تراجعت مستويات طلباتها من النفط. البعض الآخر يقول بأنه حركات متوقعة وتراجع مبرر وصحي بعد أن وصل برنت لمستويات الـ 72 دولار. مع أي رأي ترين أنه هو الرأي الأصح بما يتعلق بهذه التراجعات؟ يمكن أهلا فيك، ربما لم أسمع السؤال بشكل جيد. أعتقد تتكلمين عن النفط وعن وصول برنت لمستويات 72 دولار. دعيني أعيد السؤال مرة أخرى. بداية، هل تسمعونني؟ نعم. بشكل جيد؟ نعم أسمعك. التراجعات التي نشهدها اليوم على الأسعار، هل هي مبررة بموضوع المصافي في الصين أو أنها مبررة بعد الوصول إلى مستويات الـ 72 دولار لبرنت؟ أسعار النفط بشكل عام بسبب عدة عوامل، ربما عودة الصادرات الإيرانية إلى الأسواق ربما تضغط على أسعار النفط، ولكن لا أعتقد أن يكون التأثير محدود على أسعار، التأثير بشكل كبير يؤثر على أسعار النفط. ربما يكون التأثير بشكل محدود جدا على النفط، لأن هناك مقولة أو قراءات تقول أن النفط الإيراني يوزع إلى دول شرق آسيا. فبالتالي بالنسبة للصين، وبعد أن سجلت الواردات الصينية، ربما هي هناك كان تباطؤ في الطلب بالنسبة للواردات الصينية، فبالتالي هذا هناك تباطؤ في الطلب العالمي على النفط من قبل الصين، وتعتبر من الدول المستهلكة للنفط. فبالتالي أيضا إذا نظرنا إلى البيانات الإيجابية من تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا عالميا مع عودة الانفتاح الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، في أوروبا وعدة دول أخرى، بالمقابل عم نشوف أيضا في إصابات ما زالت في الهند. لكن بعد أن وصلت تلك الأسعار إلى مستويات مرتفعة جدا، أتوقع بعض الانخفاضات بين الحين والآخر والتصحيح، لأن إلى أن نرى الاجتماع بالنسبة لاجتماع إيران مع القوى العظمى والدول العظمى، هل سيكون هناك اتفاق نووي؟ وبالتالي أتوقع أن المفاوضات سوف تستمر حتى تنتهي فترة الانتخابات. فبالتالي بعد وصول الأسعار إلى تلك المستويات، ربما نرى بعض الضغوطات على أسعار النفط، لأن هناك مخاوف من تراجع الطلب العالمي عن النفط بعد ظهور الصادرات والواردات. نعم. من قبل الصين. نعم. طيب دعينا ننتقل للحديث عن الأسواق الأمريكية وهذا التفاوت في الأداء ما بين الداو جونز الأس أم بي 500 ومن جهة أخرى الناسداك. طبعا الناسداك دعم في الجلسة الماضية بسبب القطاع التكنولوجي، ولكن كيف نفسر هذا التفاوت في الأداء؟ هل سيستمر؟ إلى أي مدى أس أم بي 500 قد بالفعل يكسر مستويات تاريخية؟ نعم، بالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية حالة من الحذر في هذا الوقت، وخصوصا يوم الجمعة بعد بيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية التي أتت تعتبر جيدة، بإضافة 559 ألف وظيفة وتراجع معدلات البطالة من 6 إلى 5.8%. هي اقتصاديا جيدة، لكن هل هي كافية لأن يقوم الفدرالي الأمريكي بخطوة تقليص برنامج شراء الأصول في 15 و16 من اجتماع هذا الشهر؟ فاحتمالات في هذا الأسبوع، خاصة نحن نترقب بيانات أسعار المستهلكين التضخم يوم الخميس، المتوقع أن يجي على ارتفاعات بشكل كبير ب4.6%، فالأنظار تتوجه إلى مؤشر أسعار المستهلكين. طبعا نحن نعلم أن مؤشرات الأسهم التكنولوجيا تحب بيئة أسعار منخفضة، وبالتالي تستفيد من ارتفاعات التضخم. فهل هناك سيكون بالفعل نية لأن يقوم الفدرالي الأمريكي أو احتمالية مع هذه البيانات أن يكون هناك تقليص لبرنامج شراء الأصول؟ مؤشرات الأسهم الأمريكية عموما ارتفعت، والتوقعات ما زالت نحن نقول أنه اتجاهات صاعدة، لكن مؤشر ناسداك أمس داو جونز كان هناك على تراجعات، لكن مؤشر ناسداك حقق ارتفاعات، وخاصة بعد معارضة الجمهوريين
يعني بتجاهل ما قالت وزيرة الخزانة الأمريكية حول صفقة أنه فرض الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات، يعني الشركات اللي بشكل عام هي تعتبر عالمية مثل أبل، فيسبوك وغيرها من الشركات الأخرى، فدعمت الارتفاعات لتلك المستويات. ولاحظنا الفيسبوك ارتفاع ب 1.8%. لا نستطيع الجزم إلى أن ننتظر البيانات الصادرة يوم الخميس السبعة التذبذب هذا الأسبوع، لكن بشكل عام سنترقب ونرى إذا سوف تستمر الاتجاهات الصاعدة للمؤشرات الـ S&P 500 لوصل إلى مستويات قياسية. وأيضا مؤشر الداو جونز. شكرا لك لينا قنوع، محللة أسواق عالمية في إكويتي جروب.